عربي ولا الجزائر تحديدا لفنانة شابة ببرنامج ستار أكاديمي انطلقت من أعمالها الفنية أغنية باللهجة الخليجية تحت عنوان مجنون، دعاء ديني تحت عنوان دعوة حب، أغنية وطنية للجزائر تحت عنوان بلد المليون شهيد، وأغنية دينية بتحمل العنوان حكاية ثقة. ألف مبروك لسهيلة بن لشهب نجمة الغناء العربية الجديدة. ثقيلة بزاف. مساء الخير لحضورنا الكريم. أول شيء حبيت نترحم على أرواح شهداء الجزائر الأبرار ضحايا سقوط الطائرة العسكرية. الجزائر التي لا تغريها الانتصارات ولا تهزها المصائب، الله يرحم. حبيت نشكر أحبابي اللي بفضلهم ولولاهم لما كنت واقفة عبر هذا المنبر، ونتكرم من بين يعني أكبر نجوم وطن العربي. مرسي لهم بزاف، وهذا التكريم راح يرجع لهم لأنهم هم لهم الفضل الأول والأخير. نقدر نقول شكراً للجنة الموريكس دور، وشكراً لعرابي في لبنان زكريا فحام اللي دايماً كان أخ وأب لي هم في لبنان. نقدم هذا الهدية للوالدة تاعي اللي توحشتها بزاف وعندي بزاف وقت ما شفتهاش، لوطني الحبيب الجزائر ولأحبابي في الوطن العربي. شكراً. شكرا سهيلة. أكيد وسام، وبترك الكلمة للممثلة الكبيرة كارمن لبوس والنجمة الجزائرية أمل بشوشة عضو لجنة تحكيم الأعمال الدرامية. بونسوار. بونسوار أتوتز أتوس. أولا خلوني أترحم على ضحايا الطائرة الجزائرية العسكرية، نقدم تعزية لكل بلد الغالية الجزائر، إلى كل ضحايا وعائلات الطائرة الشهداء اللي راحوا. سعادة اليوم وفخري ببلد الجزائر لا يوصف. فمن بين الأعمال الدرامية العربية استطاع مسلسل جزائري بامتياز أن يشق طريقه من المغرب العربي إلى مشرقه، ويكون نموذجا ناجحا لأعمال مستقبلية إن شاء الله. من بلدي الثاني لبنان، وبكل فخر واعتزاز أتشرف بتقديم ميراكس تكريمي للمسلسل الجزائري المتميز سوا الخاوة. واللي ما بيعرف الخاوة عنا، أنا ما كنت أعرف شو الخاوة، هي الإخوة. وأنا بيشرفني أني أنا بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول أني أنا أكون ما عم شارك بالجزء الثاني بمسلسل الخاوة. فبدعي المنتج لشركة ويلكم عماد هنودة وهنادي أمينة نسيمة حناشي، وبدعي الممثل المحطة الجزائرية الأولى سمير. يتفضلوا. مساء الخير، تحية من الجزائر إلى كل الحضور وإلى كل مشاهدينا في العالم العربي عبر شاشة الام تي في. شكرا على هذا التتويج اللي أعتبره تتويج لكل الدراما الجزائرية. الخاوة هو مسلسل جزائري حقق نسب مشاهدة كبيرة جدا، استطاع أن يجمع أكثر من 9 ملايين مشاهد يوميا خلال رمضان 2017. الخوة هو قصة نجاح بين محطة
تلفزيونية شابة ومتجددة هي محطة الجزائرية وان، وأقوى وأكبر شركة إنتاجية في الجزائر اللي هي ويلكوم أدفرتايزن لأخي وصديقي عماد هنودة. شكر خاص لكل فريق عمل الخاوة وكل عمل الجزائرية وان من بيروت، نقول لهم هذا العام عامنا إن شاء الله. شكرا، ألف مبروك. بس كلمة، كلمة بس، تفضلي. احنا مسلسلنا عنده جينيريك اكيد، بس بتمنى انه المسلسلات والدراما والابداعات الاخوية العربية ما يكون عندها جينيريك نهائي. شكرا والف مبروك. مبروك.